ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالي سؤال من احد المتابعين، امتى ان التحليل الرقمي ده يدل على ان الحمل ده سليم وهيستمر، وامتى نقول ان التحليل الحمل ده او التحليل الرقمي للحمل نتيجته ضعيفة ومش هيقدر ان التحليل ده او هذا الحمل يستمر لا قدر الله. اول حاجة عشان نقدر نجاوب على سؤال الاخت الفاضلة اللي بعتت لي، اولا ان تحليل الحمل لما بيطلع سواء كان في البول او في الدم بيطلع رقم او بيطلع ايجابي، ده بيدل على ان هناك حمل، ولكن لا يدل سواء كان مرتفع او منخفض ان بيشير ان الحمل ده جيد او لا. للحكم على سلامة الحمل لابد من عمل تحليل تاني ومقارنته بالتحليل الاول، ولابد ان هو يكون فاصل بين التحليل الاول والتحليل الثاني من 48 ساعة ل 72 ساعة، يعني يومين الى 3 ايام. وهنا بقى اهمية الموضوع، لان هرمون الحمل في بداية الحمل بيتبع دوما مخططا او منحنى محدد او صفة محددة، يعني التحليل الحمل الرقمي بيزداد بمقدار من 50% إلى 60% كل يومين أو 3 أيام. فبالتالي النسبة اللي بتظهر لنا دي هي نسبة مش ثابتة، فمقدرش أقول برضو إن لو 50% بالظبط، لو مطلعش نتيجة 50% أو 60% بالظبط، إن التحليل الرقمي ده تحليل أو نتيجة الحمل ده هي حمل غير سليم. دي موضوع تقديري وبترجع للدكتور، لان هنا برضو بتكمن اهمية الموضوع ان هرمون الحمل في بداية الحمل زي ما قلنا ان هو بيزداد، فاذا كانت قراءة التحاليل بتظهر هذا النموذج من الزيادة، فهنا بنقدر ان الحمل، نقدر نقول بقى ان الحمل في هذه الحالة بيشير او بيمشي بمخطط سليم بإذن الله وان الحمل جيد. ولكن أي انحراف عن هذا المخطط حتى لو كان التحليل مرتفعا فبيدل على وجود خلل في الحمل لا قدر الله، يعني لو النتيجة كانت أعلى من المعدل بشكل غير طبيعي، فبالتالي احنا بندخل في موضوع اللي احنا بنقدر نقول إما الحمل ده متعدد يعني توأم، أو ممكن يكون لو كان زايد بنسبة غير طبيعية فنقدر نقول إن في لا قدر الله حمل عنقودي. وطبعا زي ما احنا عارفين الحمل العنقودي ده ما بيستمرش، وبرده الانخفاض ما بيكونش دليل دايما على وجود مشكلة، احيانا بيكون بسبب تأخر حدوث الحمل او ان انتي حسبتي التحليل غلط، فبالتالي بيظهر النتيجة اقل من المتوقع لان انتي اصلا ما كنتيش حاسبة صح لهذا التحليل. ومفيش زي ما قلت قيم محددة ان التحليل ده طبيعي او غير طبيعي، ولكن النمط بتاع الارتفاع هو اللي بيدل على ان سير الحمل فعلا سير طبيعي ومفيهوش اي مشاكل، فبالتالي محدش يقلق او يحتار لو النتيجة طلعت مثلا زايدة من 60% بالظبط قوي، ولكن قريبة من 60 او 50%. وبرضو ان احنا ما بنبصش للنتيجة من مرة واحدة، لابد من تكرر التحليل ده اكتر من مرة عشان نقدر فعلا نقرر ان في مشكلة في هذا الحمل بغض النظر عن قيمة التحليل الاول. وطبعا ده اللي بنقدر نقوله على تحليل الحمل الرقمي. والأهم كمان من التحليل الحملي الرقمي بعد كده إن هو عمل الأشعة التلفزيونية ورؤية النبض، فبالتالي بنطمن إن احتمال الإجهاض ضعيف وإن الحمل ماشي بشكل سليم. لو أول مرة تشوفونا متنسوش تعملوا لايك طبعا وسبسكرايبنج للقناة. النتيجة هنا بتاعة التحليل كانت 2004، وهي كانت في الأسبوع الرابع، ودي كانت تاني تحليل يتعمل، فالنتيجة هنا نتيجة كويسة طبقا لهذا التحليل. ودايما بنطلب من الست دي ان هي تعمل لنا تي اس اتش، تحليل تي اس اتش واف تي 3 واف تي 4 للحالة اللي معايا. لأول مرة تشوفونا ما تنسوش تتابعونا. شكرا ليكم.